الشكر لكم دائما على متابعة برنامج المسامح كريم. القصة اللي معنا الآن من المغرب، خلاف بين صديقين، هني أكثر من صديقين، هني أقارب، يعني ابن خال ابن عمة. بدنا نستقبل صاحب العلاقة اللي هو خالد. نرحب بخالد. أنا أستاذ بخالد، الله يبارك فيك. أنا أشكركم، أنا بشكركم. الله يخليك يا خالد. السلام عليكم. أهلا ومرحبا فيك. الله يبارك فيك، الله يخليك. شكرا على زيارتك وعلى مجيئك. قبول استضافتكم لبرنامج مسامح كريم. شكرا حبيبي، شكرا. خالد عنده مشكلة مع صديقه وقريبه اللي هو ابن عمتك. طارق. 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 طارق كانوا أصدقاء عمر، هيك بصير دايما، ولذلك بيجوا بيصالحوا بهالستوديو لأنه بيكونوا أصدقاء عمر وبيخسروا بعض. بقى في واحد منهم بحن قلبه وبيحاول أنه يرجع الثاني. هيدا وضع خالد. إذا طارق كان مخطوب، كان خاطب ابن بنت خالته وعلى علاقة جيدة، بدهم يتزوجوا. خالد يمكن كان عنده شيء من الحسد أو الغيري من طارق. بقى في فترة غاب طارق، سافر أو مش عارف شو، صاروا الناس يشوفوا خالد مع خطيبة طارق اللي هني أقارب بين بعضهم، يعني خطيبة طارق بتكون بنت خالته. والناس اللي بالجامعة صاروا يحكوا، الشباب صاروا يحكوا إنه خالد في علاقة بينه وبين خطيبة طارق. شو اسمها خطيبة طارق يا خالد؟ هند. 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 صار في علاقة، إنه في علاقة بين خالد وبين هند. إجا طارق، رجع عرف بالقصة، راح لعند خالد، واجهه لخالد وكان متعصب كتير وزعلان. بقى الأخ هون ما نفي، قال له إيه أنا في علاقة بيني وبين هند. ضربوا بعض، قطعت العلاقة. ليه عملت فيه هيك؟ أنا ما عملتش بحال ما كايت. أنا كانت عندي مع طارق علاقة أكثر من الخوت. نعم. غير هم الناس اللي أصحاب السوء هم اللي وصلوا لي هذا الكلام اللي ماشي هو صحيح. قالوا لي بأنني أنا راه تمشي مع هند وعندي معها علاقة. هند تدرس معايا في المعهد اللي تندرس فيه أنا. صحيح. أنا تندرس معها، تندير مهندس ميكانيكي. نعم. وهي تدير السكريتير، لا سكريتير. نعم. إحنا في المعهد ما عندهاش صديق. أنا اللي من العائلة، حيت هي بنت عم طارق. نعم. أنا ولد خالي طارق، ولد خالتي. نعم. يعني هي قريبة مني، تمشي معايا تجي معايا. أنا هو الأني الزيارة. نعم. أصحاب طارق اللي تيدرسوا معاه تيوصلوا لي الهضرة بأنني أنا راه على علاقة بهند. وهذا هو اللي خلاني أنني تنتوتر بعد خطرة مني. يعني الناس بيوسوسوا. أيوة. مني تنتوتر، مني تنسمع بحال هاد الهضرة تنتوتر. حيت هند هي ضحية. نعم. ضحية كلام الناس وأنا ضحية. شو حصل على المزبوط لما إجا طارق وفاتحك بالموضوع؟ شو اللي ماذا حصل؟ عيط علي في التليفون. بالتليفون. عيط علي في التليفون، قال لي بغيت نشوفك في القهوة. ريح دا جا عندي، ريح دا في القهوة. قال لي أنا كنت نتصور كل شيء إلا أنك تخوني مع هذا الزواج. بقيت نشوف فيه. قال لي أنا من الأحسن بداش يغوت في القهوة. أنا ما استحملتش هذيك الغوة ديالو، تيغوت تيهضر تيغوت. أنا ما استحملتش هذيك الهضرة ديالو. هو جا عندي على أساس ماشي غادي يغوت عليا، صافي بأنه غيغوت عليا وغيقطع العلاقة. وهذاك الشيء اللي حصل من هذيك المدة. تغوشتوا يعني تخانقتوا؟ تخانقنا خناق كبير. خناق كبير، ضربتوا بعض؟ كبير من 2011، من آخر في 2011 دلوقتي. ثلاث سنوات لكم؟ تقريبا. ثلاث سنوات من 2011 في الآخر بتاعه لحد آخر 2011. نحن وجهنا له الدعوة لطارق، بنشوف إذا كان قبل إنه يجي. خلينا نطلع سوا. مرحبا بك معنا أستاذ جورج. حنا الآن كنتواجدوا بمدينة برشيد ومعايا دعوة باسم السيد طارق فريق. يلا نواصلوا البحث على البيت ديالو. هذا هو البيت اللي كيعيش فيه السي طارق فريق. اجيو نشوفوا واش كاين.
شي حد جاي عندنا. السلام عليكم. السلام عليكم سيدي. مرحبا. ربي يخليك. سي طريق فارق. هو هذا. سيدي انت اللي من مواليد 1980. اييه. والام ديالك سميتها امينه. اييه. الله يخليها لك ويطول لك عمرها. الله يبارك فيك. معك سيدي فاطمه الزهراء من برنامج الاستاذ جورج قرداحي. اييه. جبت لك معي واحد الدعوه لحضور برنامج الاستاذ جورج قرداحي. مرحبا. كنتمناك ان شاء الله تشرفنا في البلاطو ديال البرنامج. اييه مرحبا. هيا سيدي الدعوه ديالك. جورج قرداحي. هذه كما ديك المسابقه ديال من يربح المليون ولا هذا برنامج جديد ومفاجاه ان شاء الله كل شيء غادي تعرفوا في البلاطو ديال الاستاذ جورج قرداحي. ايه مزيان مزيان والله يا ولدي جورج قرداحي مشاو عنده ودابا غتمشيو الطياره وكل شيء مزيان على حساب تكاليف الرحله كلها على حساب برنامج تاع الاستاذ جورج قرداحي. انت غادي غير تشرفنا في البلاطو. ايه نهار كبير هذا نشوفوا شي جورج قرداحي المسابقه نجيبوا فيها الفلوس علاش لا. مرحبا مرحبا تستاهل. يلا يبارك فيك. يلا شكرا يا سيدي نهار مبروك. ميرسي لالا. سلام ربي عوين. خالد وطارق. خالد جاي صالح طارق. طارق زعلان من خالد لأنه شك بوقت من الأوقات يعني من 3 سنوات لما صارت المشكلة شك أنه خالد على علاقة مع خطيبته لطارق. حكينا القصة كلها سوا. هلأ طارق موجود بالخارج ناطر حتى نعطيه إشارة. بقى خليه يتفضل طارق. اهلا وسهلا. تاخذ المليون هلا ولا بعدين؟ لا لبيتي فورا دابا ليت. نهار كبير ملي شناك اكثر من مليون شناك غير شناك. الله يطول عمرك. الله يبارك شكرا فيك. حبيبي. السلام عليكم. الله يخليك. وانا انا سعيد اني اشوفك طارق. الله يبارك فيك. اهلا وسهلا فيك. شكرا. انت بينت اولا لما تقبلت الدعوه وانا شفتك وجهك ما شاء الله صبوح خلوق. الحمد لله. واشكرك على مجيئك. الحمد لله. وان شاء الله انك لما جيت هيك تشوف مصر. أول مرة بتجي على مصر؟ أول مرة جيت مصر. هذه أول مرة لازم تجي على مصر. معقول يا حضر ما يشوف مصر؟ إن شاء الله. طارق أهلا وسهلا فيك. الله يبارك فيك. هذا البرنامج برنامج جديد غير المليون ما له علاقة بالملايين بس يمكن يكون نتيجته أفضل من الملايين يمكن يكون فيها نتيجة إنسانية فيها هيك ثقل إنساني أكبر من الملايين إن شاء الله. إن شاء الله بتمنى. إن شاء الله. حدا طلب مني يوجه لك الدعوة. حدا انت بتعز عليه. بتعرفه انا. اكيد بتعرفه. اكيد بتعرفه بس هو طلب مني انه وجه لك الدعوه وانا وجهت لك الدعوه بكل محبه واحترام واستقبلتك بكل محبه واحترام وبدك تعرف اكيد من هو الداعي. شيء نعرف تسوقت نعرف. تسوقت. تسوقت نعرف خليك متشوق. ما تغير فكرك. ان شاء الله. طلع. اقعد يا زلمة مالك؟ هذا ايش كثير انا هذا؟ روق شوي اقعد شوي. طارق طارق اقعد شوي اقعد شوي ولو شو صار؟ هذا ما عرفش اشنو كيدير هنا. هذا ماله؟ اش جابوا لهنا؟ يا اخي خلص انا راح اقول لك اقعد اقعد شوي اقعد شوي حتى بدأني بسيطة روق اعصابك. انا عارف انك عصبي شوي يعني انت قلبك كثير كثير طيب وقلبك نقي بس انت عصبي شوي. اهدى شوي طارق اهدى شوي. حقول لك ليش اجا. حقول لك ليش اجا. هذا الانسان اخطا في حقك اخطا كثير في حقك وهذا الإنسان ضيع لك فتاة كنت تحبها وهي بنت عمتك هند وهذا الشاب بعد 3 سنوات من الخلاف ندمان على العمل الذي قام به حرام 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 هاد السيد هاد الشيء اللي دار لي حرام حرام خربق لي حياتي خرج عليا هو خربط لك حياتي خربط بحال انا مت
جبني وقتلني. سلامة قلبك يا رجل، مالك عم تحكي هالكلام هذا؟ انت ضيفنا وانت حبيبنا واهلا وسهلا فيك، روق شوي روق شوي، ما بتستاهل هالدنيا هالقد، شو هالقصة؟ روق شوي. هذا الموضوع بالنسبة يا اخي، هذا الموضوع على راسي، بدنا نظبط الموضوع، يتصلح الموضوع. هند عم تشوفها ولا لا؟ مين؟ هند. هند هذه انا ساليت معها، ياك متى هي كاينه معك هي هنا في الاستوديو ومشتهاش انا ولا هي كتسمعني؟ انا راه ساليت معك، انا ساليت معك، ياك ما هي هي كاينه هنا، انا بديت حياتي مع وحده اخرى، انا نسيتك، اذا هي راه ساليت منها انا، انا ما بقيتش باغي نسمع حتى سميتها نهائيا، ساليت معها انا. ياك متى هي كاينه هنا؟ الا كانت هي هنا ولا كتسمعني، انا راه ساليت، انا بديت حياتي مع واحد السيده اخرى وكنبني مستقبلي مع واحده اخرى، وانت كتسوي لي انا زيرو، ما كنعرفكش، نسيتك بحال ما عمرك كنت. انا غنوصل لهاد الرساله من هنا. والله حقك حقك، بس خلينا نحكي الحقيقه. بدك نحكي الحقيقه ولا بدنا نضل هيك بالخيال؟ تفضل. الحقيقه انه هذا خالد صديق عمرك، بعد اللي صار بعت لك رساله معي، بدي اقرا لك اياها. هو اللي بعتها لي. ايه بدي اقرا لك اياها. بيقول لك: اخي وصديق عمري طارق، الغضب يعمي العقول وقد اعمى عيوننا نحن الاثنين، وان كنت انت قد ظلمتني، الا ان خطئي انا كان اكبر وظلمت به ثلاثة. ظلمتك حين لم أتفهم غضبك الذي كان له ما يبرره، وظلمت حبيبتك التي لم تحب سواك حين نقلت عنها كلاما كله كذب، وظلمتكما أكثر حين تسببت في فراقكما، لكني أيضا ظلمت نفسي حين خسرت صديقا كان ما بيني وبينه أكبر من أي غضب. لا أجد مبررا لما فعلت، لكني معترف بخطئي الذي أعرف أنه كان كبيرا، وأنا هنا اليوم لأعتذر لك أمام الناس، ليس فقط لنعود كما كنا، ولكن لتعود أنت لحبيبة عمرك المخلصة لك. أنا متقبل أي شيء تأمرني به، سامع؟ بيقول لك أنا متقبل أي شيء تأمرني به، وكل ما أرجوه هو أن تسامحني، والمسامح كريم. هو اللي كاتب لي هذه الرسالة. أي هو. هو عنده هذا الإحساس أنه يكتب هذه الرسالة. أي. وكان عنده هو هذا الإحساس. أي. ما يوصلش لمعايا لهذا الشيء، كذاب. طيب. كذاب وأنا كنعرفه. خليني أقول لك شيء، طارق، أنت إنسان طيب وآدمي. هذا الإنسان بعد 3 سنوات لما حاول يحكي معك وما قدر. لا انه بيجي على هالاستوديو، لانه البرنامج اسمه المسامح كريم، بيجي على هالاستوديو بركي بيحاول يرجع صداقته معك، يمكن. وبقى لي هذا الاستوديو دابا. ايه؟ احنا كاع الناس كيشوفونا. ايه؟ كلنا بقى لي الاستوديو. لا لا بحال كذا بلاد حاله. لا هو موجود على الشاشه هناك ومع العائله ومع كل شيء، وكاع الناس كتشوف. لا يا خي طول بالك، تشوف الناس. اجا يعتذر منك، انت الربحان. ليك انت الربحان، هو الخاطئ. والاعتذار سهل. ايوا اعتذر. احنا نغلط شي واحد ونعتذروا سهل. شوف هيدي الحياة، ناس بيغلطوا بيندموا بيعتذروا. وانا دفعت ثمن، ده انا ضحيت خلص، مستقبل ديالي ضحيت به على ود هاد السيد هذا. قل له قل له فيك في، هو سامعك، فيك تطلع فيه وتقول له انت ايش جاي تعمل هنا. ساله خالد ايش جيتي دير هنا انت؟ باش نعرف اخويا هذيك الهضره اللي قالوا لك راه ماشي هي هذيك، راه بغيت نوصلها لك ولكن انت ما تتعطيني. توصلها لي كيفاش غتوصلها لي؟ عطيتي لي فرصه. كي غدير لي توصل لي؟ عطيتي لي فرصه نوصلها. شنو الفرصه غنعطيك؟ الهضره كامله اللي قالوا لك. وخربقتيني انت، خربقتيني. انا ما عطيتيني انت، وليت انا غادي في الزنقه وكندوي غير راسي. طريق انت يا معصب. خليتيني انا المدينه اللي ساكن فيها مع دارنا، خليتها وانا مشيت. طريق انت معصب. بعدت على دارنا وبعدت على العائله وجبدتي لي صداع مع العائله. طريق انا ما غاديش نهضر معاك بحال ما كنت معصب. انت حنا جينا هنايا. انت كتعصب، انت كتعصب اصلا. حنا شنو هو اللي سبب هذا الشيء؟ شنو هو اللي سبب هذا الشيء؟ شوف انت شكون اللي درت السبب. هو هذه العصبيه. وانت انت كتعصبني. انت ما تطريحش. انت كدير لي علاش؟ انت اللي باغي تعصب. انا تنعرفك من الصغر. وانا كنعرفك من الصغر انك عصبي. حنا جينا هنا باش نديروا حل، ماشي باش نلقاو الغوش. شنو الحل غادي دير؟ شنو الحل غادي دير؟ هذيك الدريه غظلمتيها بعدا. هذيك الدريه ساليت معاها. هذيك الدريه مظلومه.
اقعد واحكي. الدنيا مظلومه كاع كاع ما كنتش. ما تعصب. علاش غادي تطلقها ولا علاش؟ كلمة قال له اللي بدك اياه. اي دابا تتشوف فينا دابا حنا ديك الدريه دلبه علامن انا وياك، ولكن هذيك الدريه على دلبه علامن. انا بعدا جيت على قبل هذيك الدريه وعلى قبلك حتى انت باش ما بقاش العلاقه بيناتنا بحال ماك. شو رايك؟ واش بهالسهوله؟ دابا انا شتو راسيتي. طيب برد برد، انا بدي بردك هلا. ما بدك انا ببردك. برد، روق شوي، روق يا طارق، روق 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 يا خالد. انت ابن خالتك وبتعرفوا انه عصبي، تجي بتتحداه وبتقول له اه بدل ما تروقه. هو يا من الصغر انا عايش معاه وسنعرفه. طيب مسالك عايش معاه وبتعرفه انا سنعرفه. طيب. وشايفه انه غضبان والناس مبسوسين له، احضنه وقول له يا ابن خالتي ما في شيء بيناتنا ومش مزبوط هالكلام، بدل ما تقول له اه في شيء انا وانت. هو تبدل عليا. يعني انت كمان تصرفك سيء. هو تبدل عليا، عايش انك انا تنخرج معاه في اي حاجه، نمشي معاه، نسري معاه، نخرج في ما بغى شي حاجه. مرة انا كبرت عليك. بس بتعرفوا انه عصبي. كانت العلاقه ديالنا ماشي بحال العلاقه ديال دابا. يا اخي بتعرفوا انه عصبي. واخا كان عصبي كنا تنتعصبوا تنرجعوا دغيا. دابا لا، دابا من يتعصب عليا بحال ما عرفتش شنو درت لي المدة طوالت يعني مدة. طيب هلا فهمنا القصة. أنت هلا أني طارق اسمعني حبيبي، أنت هلا فاهم إنه ما صار شيء بينه وبينه، يعني هون هو بريء من هذا الأمر. هلا هو كبرت براسه قال لك آه، بس الناس كانوا عم يحكوا، بالواقع ما كان في شيء. هو حكي وأنا سمعته وصادق إنه ما كان في شيء. هلا إجا من المغرب وطلب إنه نجيبك وشرفتنا وانبسطنا فيك وكل هالناس مبسوطين فيك بوجهك الحلو، بقى في مجال للصلح ولا لا؟ مش ممكن انك تغفر؟ الله اللي بيغفر. بس انت كل واحد منا في شيء من الله، كل واحد بيقدر يغفر. اذا الله بيغفر نحن البشر فينا نغفر. لانه ليك طارق، شفت لو المسألة بتستاهل انا بقول لك لا تغفر له. مش بهالسهولة. ايه صح صح، بس أنا بقول لك لو بتستاهل المسألة. لا كرفصلي بدلي حياتي، كرفصلي يرجع بيرجع رجع ليا وتوكل. مش اتصال راه ما سهلش. لا والله ما بتستاهل، ما سهلش. قلبك طيب، ما بتستاهل. انت تسمع ليا كيفاش؟ ما بتستاهل. غير تسمع لك أنا. علاش 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 يا خيي؟ يا طارق، جل من لا يخطئ، جل من لا يخطئ. وليك ممكن نصلح الخطأ، ما نخلي الخطأ على طول الحياة. وانت من قهرك عم تبكي هلا، من قهرك لأنه بيعز عليك. انت من قهرك لأنه بيعز عليك، عم لأنك بتحبه عم تبكي. هيك بدك يا خالد؟ هيك بدنا نوصل مع طارق؟ تعمل فيه هيك الرجل؟ أنا توصل لنا هادشي علاش؟ علاش درتي لنا الحالة هذي كلها علاش؟ وخليتيني أنا كنت دفع في الغلط، كنت دفع الثمن على الغلط ديالك. هو نادم، نادم طارق. استغفر الله العظيم. هو نادم يا طارق. استغفر الله العظيم. برافو عليك. هو نادم. ليك تطلع فيه شوف كيف راسه بالأرض خجلان وزعلان وندمان ويائس، يعني من يأسه اجى لهم، لانه شاعر انه بحاجه يرجع يرد العلاقه بينك وبينه. انت بتعني له كثير، بتعز عليه كثير لهالسبب. وبتصور انه اولا الخلاف صار قديم، والخلاف ما بيستاهل لانه كان سوء تفاهم صدفة، يعني كان ممكن ما تختلفوا وتكونوا بعدكم مع بعض. بس هل 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 الشريعة اللي صارت بيناتكم، هل الشجار اللي صار بيناتكم عمل القطيعة، بقى بترجعوا لبعض، ترجعوا للأهل، تحضنوا بعض، أولاد خالي، الدم ما بيصير مي. وبتصور إنه صادق الرجل، صادق بندمه، صادق باعتذاره، صادق. يبقى إنه أنت تقرر إذا بتسامحه ولا لا.
تفكر له سيدي جدي الله يرحمه واش قال لك طارق، قال لك احنا ديما الامور ديالنا تبقى بيناتنا، وقال لك ما تفارقوش. انت دابا جيتي محشوماش، انا دابا ملي بكيتي تفكرتها. هذه وصية جدي فعلا، يا ريت هالوصية بيسمعوها كل الناس، لانه بس يدخلوا الناس ويوسوسوا بيخربوا كل العلاقات. وكل انسان بيكون عنده غرض بشيء، اللي محسود منك واللي غيران ويلي بده يأذيك ويلي بيكرهك ويلي حاقد عليك ويلي، كل واحد عنده هدف. دفعت ما تمن. واحد مش لازم واحد يسمع لكلام الناس. دفعت ثمن غالي، ان شاء الله بنرجع بنصلح الثمن، مش مشكلة اذا كان العاطفة موجودة وبترجعوا سوا يد واحدة، بترجعوا بتعوضوا عن كل شيء ان شاء الله. شو رأيك انت؟ ممكن تسامحه، تطلع فيه وتقول له سامحتك والمسامح كريم؟ ممكن؟ ممكن. ممكن؟ سامحته؟ سامح كريم. والله ما تستاهل، لسه ما شوف ما شاء الله عليك، ما شاء الله عليك. كلها ما بتستاهل، الدم ما بيصير معك. يعني بدي اشكركم اثنينكم، بدي اشكركم اثنينكم، تعال بدي اشكركم اثنينكم. خالد اول شيء بدي اشكرك، انا ما صدقت الحقيقه وما صدقت انه راح يصالحك عن جد، بس بين لي انه هالانسان كتله عاطفي متنقله، كتله قلب، كله قلب، وانا بشكرك على ثقتك، وانت طيب كمان وصادق. بقى بين صدقك من عيونك ومن كلامك، انا وثقت فيك. بقى هلا بترجعوا سوا ان شاء الله موفقين، ويدكم بيد وحده، ترجعوا للوالدة امك عايشه، خالتك عايشه، وامك عايشه، ايش راح ينبسطوا الخالات؟ ها راح ينبسطوا، الاهل ينبسطوا فيكم، يفرحوا، الله يوفقكم ان شاء الله. يلا بترجعوا سوا على المغرب إن شاء الله. سلمونا على كل أهل المغرب، شكرا جزيلا. الله معك، الله معك، شكرا جزيلا، شكرا جزيلا. والله أنا بشارت إنه ما في حدا منكم ولا واحد ولا حتى هون بين الجمهور كان مصدق إنه هالجماعة بيتصالحوا. يعني الشيء اللي عمله بالأول طارق لا يصدق، يعني الغضب اللي غضبه لما شافه. على كل حال انتهت على خير الحمد لله، وانتهت كثير على خير. الله يوفقهم، إلى اللقاء دائما مع المسامح كريم.